السلام عليكم. أولا الاسم أو زلطة عمر، مباشرة معكم في النقطة السوداء بجماعة أونين. أولا تنبغي نشكر جزيل الشكر لإخوان ديال اللي غطاو هذا الحدث هذا. أولا أش بغيت نقول، تنبغي نشكر جميع المحسنين اللي جاوا للجماعة ديال أونين وقدموا يد المساعدة للساكنة ديال أونين والدواوير ديال أونين اللي هي 76 دوار. على أي عندي واحد النقطة بغيت نشير لها، الله يجازيكم بخير، اللي هي المواد الغذائية. هنا بالنسبة ل 76 دوار راه كاين واحد الفائض في المواد الغذائية. أنا ما كرهتش من هاد الناس، هاد الصوت ديالي أو هاد الرسالة ديالي توصل لهاد المحسنين أنهم يحبسوا على الجماعة ديال أونين المواد الغذائية، لأنه كاين فائض وكاين إسراف، وصلنا لدرجة ديال الإسراف. النقطة الثانية اللي هي المرحلة ديال فتنا المرحلة ديال المواد الغذائية، دابا وصلنا للمرحلة الثانية اللي هي خصنا القياضن، خصنا الفراش، خصنا الباليت، الباليت اللي هو العود. بالنسبه مثلا القياطن حاليا ما بقاوش القياطن ديال البلاستيك، ولاو القياطن غير ديال التوب. مثلا قيطون ديال التوب ضروري خصو ميكا، خصو الميكا، والميكا ضروري خصك بالنسبه للعيالات الا بيتي تفرش اليوم خصك تفرش الباليت عاد باش يفرشوا فنو فوق منه. الا كانت كاع ديك الشتا ديك الساعه ماشي مشكل، راه الانسان محيد من الارض. النقطه الثانيه اللي هي بغيت نشير لها، وهي النقطه ديال هاد الناس المحسنين الله يجازيهم بخير اللي كيضربوا مسافات بعيده. كاين اللي جاي من اقصى الشمال ديال المغرب جاي للجماعه ديال اونين، او لا الجماعه المجاوره للجماعه ديال اونين. هاد الناس المحسنين يردوا بالهم، يردوا بالهم مزيان. الا المحسن جاي راه ردوا بالكم، راه كاينين سماسره اللي كيستغلوا الازمات. كتجي مثلا كيجي مثلا المحسن جاي قاصد مثلا دوار، ما كيطيحش في ايادي امنه اللي غادي تقودوا او اللي غتدي للدوار اللي هو مضرور. انا ما كنهضرش على الدواوير اللي حدا القدرون، الدواوير اللي حدا القدرون راه استافدات وعاود استافدات. راه كاينين الدواوير اللي استافدوا المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، وكاين دواوير اللي استافدات مره واحده. يعني داكشي اللي شدات ما كافيهاش. انا ما كنهضرش فتنا، ما كنهضرش على المواد الغذائيه، كنهضر على الافرشه. عندنا خصاص في القياطن، في الافرشه، الطابيات، المانطاج والقياطن. القياطن راه كاين مشكل، وكاين الباليت. شتي الباليت؟ راه الا ما كاينش الباليت راه ما كاينش النعاس، باش نكونوا واقعيين. الا كان الباليت مزيان راه الانسان مزيان. عندنا مشكل اخر ديال النساء، راه عندنا نساء حوامل، راه انا الزوجه ديالي الشهر ديالها هذا، كاينين الدراري الصغار مكرفسين، كاين امراض مزمنه، كاين اللي عندها سكر، كاين اللي عندها طونسيو، كاين اللي عندها ليكواد، كل واحد هو شنو عنده. على اي النقطه اللي بغيت نشير لها الثانيه، وهي الله يهدي هاد الناس هادو، شتي هاد الناس هادو اللي تيقيدوا لنا هاد الناس الدواوير اللي هي استافدت المره الاولى والثانيه والثالثه، الله يهديهم. عندنا مشكل اخر، راه كاينين هنا في الجماعه ديال اونين، انا راه ما غنخبي حتى شي حاجه، كاينين الناس هنايا عندهم كراجات ديالهم راه معمرينهم بالسلعه، مستوكينهم بالسلعه، ما عرفتش علاش. وعلى العكس انه كاينين دواوير محتاجه في امس الحاجه لهاد السلع اللي كتكون في الكراجات. حنا ما كرهناش تكون الناس ديال المراقبه يجيو يطلعوا لأونين ويضربوا بكل من سولت له نفسه انه يقوم بهذا العمل، انه يدخل سلع للكراجات ويستوكيها، مع العلم انها فيها مواد غذائيه اللي قريبه التاريخ ديالها محدود، بحال الحليب، بحال دانون، بحال هاد المواد هادو. هذا هو يعني الله يهدي هاد الناس هادو. شي دابا المحسنين ما كنتيش مكونيكتي معاه، مني خرج مثلا تيوصل لقلب الحدث راه يقدر يديه لك، يقدروا يديه لك. حنا كاينين ناس سماسره واقفين في الخميس سيدي وعزيز، حنا في الجماعه ديال اونين ما بيننا وبين الخميس سيدي وعزيز 36 كيلومتر. هناك سماسره كيحبسوا الكاميوات والمساعدات اللي كيطلعوا للجماعه ديال اونين، كيحبسوهم تما وكيقيدوهم لمناطق اخرى. وإلا كاع طلعوا هاد الناس هادو وصلونا للجماعه ديال اونين، هناك اناس اخرين ديالنا هنايا في اونين تيديهم لدواوير اخرى. واش فهمتيني يا استاذ؟ وغنعطيك نقطة أخرى، عندك ذاك الدوار ديال أي تيحيا، الدوار ديال أي تيحيا راه أنا كنسكن في دوار مجاور لدوار أي تيحيا، راه ما بيني وما بين دوار أي تيحيا اللي مات فيها 27 فرد، ما بيني وما بين هاد الدوار هذا إلا 2 كيلومتر.
اللي ما بيني وما بين هاد الدوار هذا، كيدوزوا قوافل جايين من اقصى شمال ديال المغرب وكيدوزوا على دواور اخرين فيهم اضرار وفيهم وفيات وما كيوقفوش عليهم، كيمشيو ديريكت لاتيحيا. علاش هاد الناس هادو شنو ما محسوبينش؟ انا في الدوار ديالي عندي الاب ديالي توفى 3 ايام قبل من الزلزال، وجا الزلزال توفات الام ديالي وتوفات الاخت ديالي وخلات 4 ديال الاطفال وتوفات جده انا وتوفى ولد عمي والزوجه ديالو ودري صغير عنده 9 سنين. كيف يعقل انه قافله دايزه من قدامي وما توقفش ولو تمد ليا ولو تعطيني غير بونجا ولا هيرمانتا تعطي عليا؟ ما يبقاش فيا الحال، غنقول هاد الناس راه وقفوا وعطاوني الوقت. كيمشيو لايتيحيا، ايتيحيا فيه فائض لا في المواد الغذائيه، فيه فائض في الافرشه، فيه فائض في القياطن. انا جاو محسنين لعندنا للدوار وقدموا لنا يد المساعده ومشيت معاهم حتى للدوار ديال ايتيحيا وشافوا بعينهم قالوا لك تبارك الله. يعني هادشي راه ما خصوش يكون، خص يكون واحد التوزيع عادل، توزيع عادل. وهنا في الجماعه ديال اونين راه كما قلت لك المواد الغذائيه خص تحبس على الجماعه ديال اونين، هناك فائض في المواد الغذائيه. حنا دزنا للمرحله الثانيه اللي هي خصنا الباليت، خصنا الميكا، وخصنا القياط، وخصنا الافرشه، وخصنا الاغطيه. وتنبغي نشكر جزيل الشكر كل من قدم يد المساعده لجماعه اونين، سواء المحسنين، سواء انتوما هاد الناس اللي جيتوا وضربتوا مسافات بعيده باش تغطيوا هاد الحدث. اولا السلام عليكم، انا باسمي العيساوي عبد الرحمن من جماعه اونين. الا جيتكم بخير كالتوضيح بالنسبه لهاد الناس اللي كيجيو لهاد المنطقه هذه، ولكن كاين بعض السماصريه اللي تيتلاقاو معاهم في الطريق، يعني راه كاينين بعض المساعدات راه ما كيوصلوهم حتى لعند الناس اللي كانوا محتاجين. يعني راه كاينين شي وحدين الله يسمح ليهم وصافي، راه شحال من واحد تيغوت، كما كانت واحد الاخت شت واحده سميتو ديالها كانت دوات على هذا الموضوع هذا. والله يجزيكم بخير، يعني الناس دابا هنا فنين حاليا بالنسبه للماكله والاغذيه الحمد لله راه في الكفايه، ولكن بالنسبه باقي الغطاء والفراش، يعني هذه المرحله الثانيه ديال الفراش والغطاء وسميتو راه باقي عندهم الخصص بزاف، يعني راه باقي تيعاونوا الناس تثبت هي في العرا. والله يجزيكم بخير بحال الناس اللي غادي يجيبوا للناس هذا، يعني يجيو عندهم حتى البلاصه اللي فيها اسميتو. يعني جماعه اونين راه تقريبا راه هي 76 دوار، يعني راه كلشي مهدده للهدم، ويعني راه مهدومه اصلا، والديور اللي باقيين راه مهدين خطر، يعني ما كاينعس فيهم حتى واحد. الناس راه كتثبت هي في العرا ومشرده في الزنقه وهذا. والله يجزيكم بخير وتنشكروا هاد القناه هادي وتحياتي، شكرا. الله يجزيك بخير. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.